السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن الحرب والعدوان على غزة. سوف نناقش فيها بعد قليل أهم تطورات في ثالث أيام الهدنة الإنسانية المؤقتة والدمار الذي خلفه الاحتلال، وكذلك تصريحات قادتي باستئناف العدوان والغارات على غزة المحاصرة، وذلك بالتزامن مع استمرار جرائمه كذلك في الضفة الغربية المحتلة. نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر سكايب من مدينة أمستردام، متحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية ماهر حجازي. حياكم الله، مرحبا بكم أستاذ ماهر. حياك الله، أهلا وسهلا. وأيضا بعد قليل سينضم معنا كذلك عبر الهاتف من مدينة بيت لحم رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، كذلك ستنضم معنا بعد قليل إن شاء الله من جنين في الضفة الغربية الصحفية الفلسطينية إيمان السيلاوي. نبدأ منكم أستاذ ماهر، كما تعلم الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن قتل مزارع وإصابة آخر برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة. هل تعتقد بهذه الخروق الاحتلال يريد إفشال الهدنة؟ نعم، بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة لا أعتقد ربما الاحتلال يريد أن يفشل التهدئة، لأن هو بأمس الحاجة لهذه التهدئة في ظل الضغط من داخل الكيان الإسرائيلي على حكومة بنيامين نتنياهو لإعادة المختطفين. وكان الشعار الذي يرفعه بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب هو استعادة المختطفين من داخل قطاع غزة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يدرك تماما حقيقة الفشل والهزيمة التي لحقت به بأنه وافق على هذه التهدئة بشروط المقاومة الفلسطينية. هو يريد أن يعكر هذا الجو ويعكر الفرحة على شعبنا الفلسطيني بهذه التهدئة لمدة 4 أيام، وأيضا يعكر الفرحة على الأسرى الفلسطينيين المحررين، الأسيرات والأطفال الأسرى من داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا في وجهة نظري، يعني هذا الاحتلال الإسرائيلي لا يريد من أحد أن يعود إلى من أبناء شعبنا داخل قطاع غزة أن يعودوا إلى المناطق في شمال القطاع، المناطق التي تشهد مواجهات برية، في يعني شهدت حرب برية واجتياح بري، توغل بري من قبل هذا الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هو يستهدف، هذا خرق للاتفاق الذي تم بوساطة قطرية مصرية وأيضا أمريكي. هو لا يريد من أبناء شعبنا أن يعودون باتجاه يعني المناطق الشمالية من القطاع، وهو لم يتوقع أن يعني هو كان يريد يتبع سياسة التهجير والأرض المحروقة ليهجر شعبنا الفلسطيني من مناطق شمال قطاع غزة إلى جنوب القطاع، ولكن بعد يعني اتفاق التهدئة لمدة 4 أيام العكس هو الذي جرى، أنه أبناء شعبنا عادوا من مناطق جنوب القطاع إلى باتجاه الشمال. وبالتالي حاول هذا الاحتلال الإسرائيلي وأطلق النار على المدنيين الفلسطينيين العائدين إلى مناطق شمال قطاع غزة لتفقد منازلهم والاطلاع على احوال يعني الدمار الكبير في تلك المنطقه. وبالتالي وهذا ما يفسر بالامس، يعني المقاومه الفلسطينيه بالامس اجلت تسليم المحتجزين المدنيين الى الصليب الاحمر نتيجه خروقات هذا الاحتلال الاسرائيلي، وهذه الخروقات هي تمت من اليوم الاول ليوم الجمعه الماضي، اليوم الاول لاتفاق التهدئه. الاحتلال الاسرائيلي ارتكب العديد من الخروقات، وحتى ما قبل ذلك في اول يعني هناك كان افراج ايضا عن محتجزات اسرائيليات وامريكات من يعني من داخل قطاع غزه، وايضا كان هناك اختراق واضح من قبل الاحتلال الاسرائيلي، واعلنت المقاومه الفلسطينيه داخل القطاع في ذلك الوقت عن هذه الاختراقات. ولكن اليوم يعني نتمنى ان تجري الامور يعني كما جرت بالامس، ولكن هذا الاحتلال يعني هذا ديدن الاحتلال في كل صفقات التبادل، حتى في صفقه وفاء الاحرار التي تمت قبل سنوات ايضا كان هناك اختراق واضح بعد الافراج الاسرى كيف اعاد هذا الاحتلال اعتقال المحررين في الصفقه. ايضا نرحب عبر الهاتف من مدينه بيت لحم برئيس نادي الاسير عبد الله الزغاري. مرحبا بكم استاذ عبد الله. اهلا بك، حياك الله. وحياكم الله. استاذ عبد الله، مع دخول الهدنه يومها الثالث واستمرار تبادل الاسرى الفلسطينيين بالمحتجزين من الصهاينه، كيف ترى طريقه عمليه تبادل الاسرى حتى الان؟ كيف تسير؟ يعني اولا حريه الاسرى هي من اكبر ما يطمح اليه الشعب الفلسطيني بعد حريه فلسطين وحريه الوطن وخلاص من هذا المحتل، فالاسرى جزء من عمليه النضال
الوطني الفلسطيني وواجبهم على كل القوى والصفاء والتنظيمات والجهات الرسمية المختلفة العمل الجاد من أجل إطلاق سراحهم بكل الوسائل المتاحة. ويعني إسرائيل دائما هي السبب الرئيسي في تعطيل أي عملية إطلاق سراح للمعتقلين، سواء من خلال المفاوضات التي تم إيقافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 2014 وتنكرها للاتفاقيات المواثيق الدولية، وعدم إطلاق سراح الدفعة الرابعة من المعتقلين عندما كانت برعاية أمريكية وبجهود من السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة أبو مازن والاحتلال الإسرائيلي. ومنذ ذلك الوقت توقفت عملية إطلاق سراح المعتقلين إلا من خلال الذين ينهون فتراتهم. الآن وفي ظل هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية التي تعرض لها شعب فلسطيني، والمحرقة الكبرى التي طالت الأخضر واليابس وأرواح البشر، يعني حاول الإسرائيليون والاحتلال من خلال وزارة الحرب الإسرائيلية يعني التنكر حتى لكل ما يمكن أن يوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إطلاق سراح المعتقلين أو المحتجزين لدى الاحتلال، وأصر على الاستمرار في هذه الحرب وهذا العدوان لأكثر من 48 يوما ولم يستطع تحقيق أي من أهدافه العسكرية التي أعلن عنها في بداية هذا العدوان، الأمر الذي دفعه إلى الرضوخ والقبول بالشروط التي وضعت من أجل هذه الهدنة والتي كان على رأسها قضية المعتقلين. وهناك معايير، وبالرغم من ذلك الاحتلال اخترق هذه المعايير حقيقة منذ اليوم الأول، لم يقم بإطلاق سراح بعض الأسرى، حيث من أهم المعايير التي تم الاتفاق عليها إطلاق سراح الأسيرات والأسرى القدامى، بمعنى أقدم الأسيرات وأقدم الأسرى من الأطفال يتم إطلاق سراحهم. وبالتالي الدفعة الأولى يوم أول أمس لم تشمل بعض الأسيرات القديمات كالأسيرة ميتول الجبالي وإسراء جعبيص، ومر اليوم الأول بهدوء بدون أي إشكاليات. أما في اليوم الثاني لاحظت الجهات التي تتابع قوائم المعتقلين أن هناك اختراقا واضحا وعدم تضمين القائمة لأسماء أسيرات، وتأخرت عملية إطلاق سراح الأسرى حتى ساعات متأخرة إلى أن الاحتلال التزم وأعاد وضع الأمور في نصابها وتضمنت الصفقة مجموعة من الأسيرات القدامى، وبالفعل تم اليوم إطلاق سراحهن فجرا، ونحن بانتظار الساعات القادمة التي نأمل أن تسير الأمور بشكل يفضي إلى ليس فقط إطلاق سراح الدفعة الثالثة والرابعة، ولكننا نطمح حقيقة كشعب فلسطيني إلى وقف هذا العدوان، وقف هذه الحرب، وقف هذه المحرقة، وإطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال، لأن الاحتلال يعني مستمر في عدوانه بكل الطرق والوسائل في محاولة منه للوصول إلى عدد آخر من الذين لم يتم إطلاق سراحهم من المحتجزين في قطاع غزة. وهذا يعني بالتأكيد في ظل صمود شعبنا الفلسطيني والحرص الأكيد الذي يتابع داخل قطاع غزة، أعتقد أن الأمور تتجه باتجاه توسيع وتمديد الهدنة، ربما تصل إلى مرحلة تتعلق بوقف إطلاق النار بإذن الله. سأعود إليك مرة أخرى أستاذ عبد الله، شكرا. أستاذ ماهر حجازي، إذن كما تفضل قبل قليل أستاذ عبد الله وهو يتحدث أيضا عن هذه المماطلة من قبل الاحتلال في إطلاق الأسرى القدماء ولا سيما من الأسيرات، في ظل هذه الانتهاكات والمماطلات أيضا، هل تعتقد أن فكرة تمديد الهدنة أصبحت الآن على المحك أم لا زال هناك أمل في تمديدها؟ يعني من الواضح أن هذا الاحتلال يعني تلاعب منذ اليوم الأول في هذه التهدئة وصفقة التبادل بأنه لم يعني تلاعب في قائمة الأسماء ووفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق التهدئة، لكن بالأمس عندما أصرت المقاومة وأجلت تسليم المحتجزين الإسرائيليين المدنيين داخل قطاع غزة للصليب الأحمر، وكان هناك تدخل من الوساطة القطرية والمصرية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، انصاع الاحتلال الإسرائيلي وتم الإفراج عن أقدم أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي من الواضح حتى هذا الاحتلال الإسرائيلي أن المقاومة داخل قطاع غزة تفهم حقيقة هذا الاحتلال، وبالتالي أي خرق من البداية، أي خرق تم في من قبل هذا الاحتلال لهذا الاتفاق، المقاومة ضغطت ضغط على هذا الاحتلال، التزم هذا الاحتلال وقام بالتعديل، وبالتالي هذا يعطي فرصة حقيقية أن وهذا الاحتلال فهم الآن أن المقاومة داخل قطاع غزة جدية ولا يمكن أن تفوت أي انتهاك لهذا الاحتلال الإسرائيلي لهذه الاتفاقيات، وبالتالي لا يزال الأمل موجود في إبرام صفقة في إتمام هذه الصفقة. وكما جرى في بداية هذا يعني عندما أعلنت قطر عن هذه اتفاق التهدئة الإنسانية المؤقتة لأربعة أيام، وبالتالي اليوم المقاومة أيضا داخل قطاع غزة لا تزال تمتلك عدد من الأسرى والمحتجزين المدنيين بالإضافة إلى الأسرى العسكريين، ولكن الحديث عن المحتجزين المدنيين داخل قطاع غزة، بالتالي الاحتلال الإسرائيلي سيجبر على
ربما تمديد أيضا هذه التهدئة، لأنه سيتعرض لضغوط في حال انتهت الأيام الأربعة وشهدنا تسليم وعودة عدد من المحتجزين المدنيين الأسرى الإسرائيليين إلى الاحتلال الإسرائيلي. سيكون هناك ضغط من قبل الشارع الإسرائيلي وخاصة عائلات المختطفين أو المحتجزين داخل القطاع من الإسرائيليين. سيكون سيتواصل هذا الضغط على بنيامين نتنياهو لتمديد أيام الاتفاق للإفراج عن كل يعني المحتجزين. أفهم من كلامك أن ربما تمديد الهدنة أو التهدئة الآن يصب في مصلحة الطرفين، من باب أنه حكومة نتنياهو لتخفيف هذا الضغط، وكذلك بالنسبة لحركة المقاومة لنقل هي استراحة محارب. يعني لا شك اليوم هذه يعني واحنا ما يهمنا هو مصلحة شعبنا الفلسطيني، وهذه التهدئة هي يعني تأتي في إطار أنه شعبنا الفلسطيني بعد حرب الإبادة والجرائم التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحاجه الى هدنه، وبالحال والمطلب الرئيسي هو وقف هذا العدوان ووقف هذه حرب الاباده التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي. بالتالي شاهدنا منذ الساعات الاولى لاتفاق التهدئه كيف ان ابناء شعبنا الفلسطيني انتشروا في الاسواق وفي مختلف قطاع غزه مناطق القطاع، وايضا منهم من يحاول العوده الى مناطق الشمال وهي مناطق مدمره تدمير شبه كامل من قبل هذا الاحتلال الاسرائيلي. وبالتالي هذه التهدئة لصالح شعبنا الفلسطيني، إدخال المساعدات الإنسانية رغم أيضا انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لبعض ما تم الاتفاق عليه بالأمس، ولكن ضغط المقاومة أدى إلى تجاوب هذا يعني أن يتجاوب هذا الاحتلال الإسرائيلي. هذه يعني الهدنة هي لصالح شعبنا الفلسطيني أيضا بالدرجة الأولى. كذلك الاحتلال الإسرائيلي يعني اليوم بنيامين نتنياهو مع توقف الحرب الإسرائيلية وهذا العدوان على شعبنا، بنيامين نتنياهو يعني سيكون أمام خسارة سياسية وعسكرية، وستكون هذه المعركة وهذا العدوان هو قاسم ونهاية حزب الليكود ونهاية بنيامين نتنياهو في المشهد السياسي الإسرائيلي. وبالتالي اليوم هذا الهدنة هي مطلب إنساني حقيقة اليوم، وأيضا هو بالدرجة الأولى هو وقف هذا العدوان عن شعبنا وتوقف القصف والعدوان الإسرائيلي ليفضي إلى حل سياسي لما يتعلق بكسر وإنهاء هذا الحصار المفروض على شعبنا داخل قطاع غزة لأكثر من 17 عام. وبالتالي اليوم شعبنا خلال هذه الساعات او الايام الماضيه، واليوم نتحدث عن يوم الثالث، وايضا اليوم كما نشا يعني في الضفه الغربيه الافراج عن الاسرى والاسيرات والاطفال الاسرى، وما شاهدناه من مشاهد فرح حقيقه رغم الغصه والالم على يعني التضحيات الكبيره التي قدمها ابناء شعبنا داخل قطاع غزه، لكن اليوم ايضا هذا انتصار لشعبنا الفلسطيني وانتصار للمقاومه، مشاهد تحرير الاسرى والاسيرات رغم انف هذا الاحتلال الاسرائيلي. ايضا استاذ ماهر، رئيس اركان جيش الاحتلال يهدد بمواصله الهجوم والعمليات البريه، كيف تقرا هذا التصريح في ظل يعني ايضا بعض الانتهاكات للهدنه والتهدئه؟ شكل الاحتلال الاسرائيلي وحكومه بنيامين نتنياهو ويعني الحكومه الاسرائيليه حكومه الحرب والكابينيت وجميعهم اقروا بفشل يعني تحقيق فشل ايضا من خلال الرضوخ لمطالب المقاومه الفلسطينيه في هذه الصفقه، وما يشل عنه عن عوده الحرب البريه واستمرار هذا العدوان على ابناء شعبنا داخل قطاع غزه ايضا ياتي هو تعبير عن سياسه الفشل. يعني هذا الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه على شعبنا داخل قطاع غزه لم يحقق اي انجاز عسكري على الصعيد الانجاز العسكري سوى قتل المدنيين واستهداف المشافي وتدمير البنى التحتيه، وايضا هو يعني حقق انه العالم باجمعه وشاهد حجم هذا الاجرام الذي يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء شعبنا، وانتفضت العالم في كل مختلف الميادين ليرفضوا هذا العدوان، والذي لم يكن يعرف شيء عن فلسطين في الماضي حتى في اوروبا وفي العالم بدا يسال ما الذي يجري في فلسطين. وبالتالي هذه التصريحات الإسرائيلية هي تعبير عن هزيمة الاحتلال الإسرائيلي وتعبير عن هزيمة بنيامين نتنياهو وحكومته في هذا العدوان الذي شنوه على أبناء شعبنا داخل قطاع غزة. واليوم عندما نتحدث عن 4 أيام من التهدئة وربما يتم تمديد هذه التهدئة وتعرض المقاومة أن لديها المزيد من تفرج عنهم من المدنيين الإسرائيليين داخل قطاع غزة، هذا أيضا سيساهم في زيادة الضغط على بنيامين نتنياهو وحكومته من قبل الشارع الإسرائيلي وخاصة عائلات هؤلاء المدنيين داخل قطاع غزة. بالتالي إن يعني إطالة أمد الهدنة ووقف إطلاق النار سيكون محرج أيضا لبنيامين نتنياهو على وحكومته والجيش الإسرائيلي في أن يعود وأن يشن وأن يواصل الإجرام داخل قطاع غزة، فكلما يعني امتدت
ساعات وقف إطلاق النار سيكون أمر صعب يعني إلى حد ما على الاحتلال الإسرائيلي ليعود إلى قتل المدنيين وقصف المشافي. وأيضا هذه التهدئة هي يعني تأتي بتأييد دولي من أمريكا ومن مختلف دول العالم يعني على وقف إطلاق النار، وبالتالي أعتقد إطالة أمل التهدئة يصب في صالح شعبنا الفلسطيني، وسيكون هناك يعني سيكون محرجا للاحتلال الإسرائيلي وحكومة نتنياهو في أن تعود للقتل والقصف داخل قطاع غزة. أيضا هل ترى أن المجتمع الدولي يعني على نفس هذا الموقف بعد كل هذه الأيام، بعد 51 يوما من بدء هذا العدوان، من القتل والتخريب الذي يمارسه الاحتلال؟ يعني للأسف اليوم الموقف الرسمي الدولي وخاصة موقف الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تزال تدعم بشكل كبير الاحتلال الإسرائيلي سياسيا وعسكريا، وتوفر حماية دولية للاحتلال الإسرائيلي. أيضا صاحب القرار هنا في القارة الأوروبية رسميا هو لا يزال يقول أن من إسرائيل حق الدفاع عن نفسه، ولكن اليوم بعد أكثر يعني تقريبا 50 يوم من هذا العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، بدأنا نلمس أن هناك تغيير في المواقف، لأنه حجم الإجرام كبير. يعني اليوم ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي وارتكبه من جرائم إبادة بحق شعبنا الفلسطيني، تحدث عن أكثر من 15 ألف شهيد وآلاف المفقودين وتدمير في البنى التحتية. وحقيقة اليوم يعني هذه التهدئة كشفت حجم الدمار الكبير في مناطق شمال قطاع غزة وفي مختلف القطاع، وأثبتت للعالم هذه المشاهد اليوم حقيقة الإجرام والجرائم التي ارتكبها بعيدا عن عدسات الكاميرات، وآلاف المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض. هذه الجرائم لا تشكل فقط يعني أعباء إضافية على الاحتلال الإسرائيلي وتكشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال بأنه كيان إجرامي، بل وأيضا تكشف أيضا ضغط على الدول التي تساند هذا الاحتلال في عدوانه وإحراج لهذه الدول. أستاذ عبد الله الزري من بيت لحم، رئيس نادي الأسير، يعني برأيكم ما المعايير التي وضعتها المقاومة للإفراج عن الأسرى؟ يعني المعايير المعلنة حسب التفاهمات التي تمت أن يتم إطلاق سراح 150 أسيرا وأسيرة من سجون الاحتلال الإسرائيلي، من الأطفال الذين تكل أعمارهم عن 19 عاما، ومن الأسيرات المعتقلات قبل 7 أكتوبر، والأقدم فالأقدم، بمعنى أن أبرز الشروط هو الأقدم فالأقدم لإخراج وتحرير الأسرى والأسيرات. هذه من أبرز الشروط المتعلقة في إطلاق سراح المعتقلين، وعلى أن يتم تقسيم هذا الرقم من المعتقلين على 4 دفعات. الدفعة الأولى تم إطلاق سراح 39 أسير وأسيرة، منهم 34 أسيرة و24 أسيرة والباقي أطفال. وفي الدفعة الثانية تم إطلاق سراح 6 أسيرات و23 طفل أقل من 19 عاما. أطفال أم فتية؟ يعني الأعمار تقريبا أستاذ عبد الله، فتية أقل من 19 عاما. يعني أنا في بيت أسير من الذين تم تحريرهم عمره لم يتجاوز 17.5، وكان معتقل إداري وتم تجديد اعتقال الإداري له مرة أخرى، ولا زال يقبع في السجن قبل إطلاق سراحه. نعم. طيب، إذا معنا أيضا تشاركونا عبر الهاتف من جنين بالضفة الغربية الصحفية الفلسطينية إيمان السيلاوي. مرحبا بك أستاذ إيمان. مرحبا بكم أستاذ إيمان. هناك اقتحام جديد الآن لمخيم جنين، يبدو هو الأكبر منذ نحو أشهر. هل من تفاصيل أكثر عن هذا الاقتحام وما خلفه من أضرار حتى الآن؟ منذ أكثر من يوم ونصف واقتحام جنين لم يهدأ، وسبقه 24 ساعة سابقة لنقل يومان ونصف دون استراحة من قوات الاحتلال، شيعت فجر هذا اليوم واستشهد حتى فجر هذا اليوم 5 شهداء في محافظة جنين ارتقوا خلال العدوان على المدينة والمخيم الليلة الماضية. وعلى اتباع ضمن أوقات مختلفة انطلق موكب التشييع في المدينة لعدد من الشهداء اليوم، ثم تم نقل 2 إلى بلدة اليامون و3 في تم مواراتهم السرى إلى مثواهم الأخير في مخيم جنين. نعم، بالنسبة لقوات الاحتلال دخلت منتصف ليلة أمس مخيم جنين، وقبله بيوم كانت في فجرة
ما قبل فجر قبل الفجر في بلدة قباطية جنوب جنين، تبعد فقط 8 كيلو عن جنين. الاجتياح الذي تخلل في بلدة قباطية أسفر عن استشهاد شاب طبيب في مقتبل العمر 25 عاما، وهو نجل محافظ جنين الأخ كمال أبو الرب. الدكتور الشاب كان يقف أمام منزله وعائلته، شقيقه وزوج شقيقته ووالده ووالدته وعمته. أطلق صلية من الرصاص على منزلهم، وهو والاحتلال كان في الانسحاب من القرية الساعة السادسة. عندما دخلوا كانت الساعة الثانية، وعندما غادروا كانت الساعة السادسة، وللأسف تم إطلاق الرصاص بكثافة على المنزل وهم أمام المنزل واستشهد الشاب. الآن في مخيم جنين الساعة الثانية عشرة منتصف الليل اقتحموا المدينة بأكثر من محور من ثلاث أربع محاور للمخيم بالطائرة وبالمركبات الآلية انتهاكات مستمرة. نعم. أستاذ أيمن سأعود إليك أيضا بعد قليل، ولكن الآن معنا أيضا من ضمن الأسرى المفرج عنهم في هذه الهدنة سيد يزن الحسنات. تسمعوني أستاذ يزن؟ يزن الحسنات تسمع؟ حياكم الله، نقول لكم مبارك على هذا الإفراج، ومتى أفرج عنك، وأيضا كم قضيت من مدة في سجون الاحتلال؟ امبارح افرجوا عني والي 6 شهور. منذ 6 أشهر وانت سجين يعني؟ صحيح صحيح. نعم. كم عمرك يزن؟ 17. طيب، يعني ما كانت التهمه لاعتقالك في حينها؟ انا اداري كنت جابوا لي التمديد الثاني. نعم. طيب، كيف لو توصف لنا، صف لنا ما حدث في معتقلات الاحتلال، كيف كانت المعاملة هناك في أثناء هذه المدة في 6 أشهر التي قضيتها في سجون الاحتلال؟ كانت أولها بلشت في 7/10، بلشت المكنبات يعني على السجن، صار إنهم أول شيء فكروا بغرف على الأسرة، بعدين ثاني يوم سحبوا المواد الإلكترونية زي التلفزيون والغاز والكمكم، يعني الشغلات زي هيك. وبعدين صار يتغير التعامل تاع السجان مع الأسرة، صار يتعرض للضرب والقمع ومن الشغلات هاي. ويعني أحد الأقسام تعرضت إنه ينطخ عليهم مطاط وإصابة ورشوا غاز وقمعات. يعني هذه الانتهاكات والضغط عليكم زاد منذ 7 أكتوبر؟ صحيح صحيح. هذا ما حصل ما بعد 7/10 زاد. نعم. طيب، يعني هل تصلكم أخبار عن الأحداث الجارية في غزة عموما؟ عشان هم فعليا بحاولوا أنهم يعزلوا الأسرة عن العالم الخارجي، بدهم الأسرة يكونوا معزلين ما بيعرفوا شو بيصير. كانت هناك محاولة عزل لأي أخبار تصلكم يعني من غزة؟ صحيح صحيح. يعني هم بيريدوا أن ما يكونش في تواصل مع الأسرة نهائيا، أو منع الزيارات عليهم. طيب، كيف تلقيتم هذه الأخبار التي وصلتكم وأنتم في داخل السجون عن بدء عملية طوفان الأقصى؟ إحنا أولها شفنا أن في يعني حرب، وسمعنا كنا نسمع إذا بيجي حدا جديد نسمع منه أخبار. نعم. طيب، وهم كانوا يعني بايكين علينا كمان كيف الغرفة 9/6 صاروا يحطوا 10 عشان ما تكون شوسيعة، يعني تصير صغيرة الغرفة. الناس كانت تنام على الأرض، الناس تنام مش متغطية. يعني كيف كان وقع هذه المعركة طوفان الأقصى، وأنتم ربما تصلكم بعض الأنباء عن هذه الانتصارات للمقاومة، كيف كان وقع عليكم؟ يعني كان في أمل للأسرى أنهم يروحوا، يعني عشان الأسرى اللي أسروا من عندي. شعرتم بأن هناك أمل في إطلاق سراحكم؟ يعني جميع الأسرى متفائلة أنها تروح. نعم.
العموم مبارك لكم يزن الحسنات، شكرا جزيلا لك. نعود أيضا أستاذ عبد الله الزعري معنا. نعم أستاذ عبد الله، يعني نسأل أيضا لماذا برأيكم هذا الإصرار وتصمم المقاومة لنقل على هذه الاستماتة في المفاوضات من أجل إحراز هذا التقدم في إفراج الأسرى، وكأنها يعني حرب وجودية؟ أستاذ عبد الله. ألو. نعم تسمعوني؟ روحنا. يعطيك العافية. حياكم الله أستاذ عبد الله. حبيب الله حييك. سألتك لماذا برأيك تصمم المقاومة على لنقل الاستماتة والإصرار على هذا النجاح في المفاوضات من أجل إفراج عن الأسرى وكأنها حرب وجودية؟ يعني شوف، قضية الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي هي من أكبر القضايا الإنسانية والسياسية والقانونية في هذا العصر، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز الآلاف من المعتقلين في سجون الاحتلال، ولعل هذه القضية من الأبرز على الساحة الفلسطينية في ظل انزلاق كافة الأفق أمام تحريرهم على مدار السنوات الماضية بعد أن أوقف الاحتلال الإسرائيلي كافة الجهود السياسية والدبلوماسية وغيرها من الجهود من أجل تحرير المعتقلين، خاصة أولئك الذين مضوا على اعتقالهم سنوات طويلة في سجون الاحتلال. وبالتالي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على وجه الخصوص أيضا كانت على مدار السنوات الماضية تعمل من أجل تحرير المعتقلين، وكان هذا على سلم أولوياتها، وكانت تبذل كل الجهود من خلال العمل النضالي والمقاوم من أجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المعتقلين كما تم سابقا في صفقة وفاء الأحرار. وبالتالي هذا رهان كبير على كل المؤسسات والقطاعات والفصائل الوطنية في ظل انغلاق كافة الأفاق أمام حرية المعتقلين، الأمر الذي يدفع المقاومة إلى العمل والاستمرار في العمل من أجل تحرير المعتقلين. طيب ننتقل إلى جنين، الصحفية الفلسطينية إيمان سيلاوي، برأيكم لماذا مخيم جنين تحديدا هو الأكثر استهدافا من قبل الاحتلال وبهذه الشراسة أستاذ إيمان السيلاوي؟ أكثر شراسة. نعم. أعتقد أنه يعني لدينا جيل جديد نشأ على حب الأرض والوطن، تحديدا جنين جغرافيا كل المدن الفلسطينية كل جيلها لديها الروح الوطنية، ولكن جنين لها ميزة أنها حدودية، تقع شمال الضفة، أقصى شمال الضفة الغربية، تبعد فقط عن المنطقة 48 فقط الحاجز أو أكثر من حاجز، هذا الحاجز يفصلنا عن أراضي 48 أهالي المواطنين يعملون في الداخل دائما، فيشتاقون لبلادهم، يتعرضون للتنكيل والتعذيب من قوات الاحتلال بسبب القرب. لا ننسى أنه هنالك مستوطنات مليئة، جنين في المستوطنات تم إخلاؤها بسبب غضب الشعب الفلسطيني في الشمال. الروح الوطنية مستمرة ومستمدة من الأرض، وبالتالي لأنها منطقة حدودية طبيعة الاحتكاك المباشر بشكل يومي. على سبيل المثال أيضا طول كرم تتعرض بشكل مباشر يوميا للانتهاكات من قوات الاحتلال، لأن يوجد معسكر لقوات الاحتلال داخل جامعة خضوري، جامعة كلية الزراعة التي تعتبر الطرف الفاصل ما بين الجامعة وبين معسكر الاحتلال، دائما هنالك احتكاك بشكل يومي. أيضا نابلس هنالك مستوطنات وكذلك الاحتكاك بشكل مباشر ويومي، وبالتالي هذه نقاط ساخنة. أيضا العوجة اليوم في أريحة، كل المحافظات لديها نقاط احتكاك، ولكن جنين لأنها في أقصى الحدود مع 48. هكذا. نعم نعود إليك من جديد عبر سكايب من أمستردام، متحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية أستاذ ماهر حجازي. نعود أيضا إلى الانتهاكات، سواء بقتل مزارع كما أسلفنا من قبل وسط غزة، أو كذلك في إصابة سبعة من في محيط المستشفى الأندونيسي، هل تعتقدون أن المقاومة سترد على هذه الانتهاكات الآن، أم أنها ستلتزم يعني التهدئة والهدوء وضبط النفس؟
يعني أعتقد أن المقاومة الفلسطينية ستتبع نفس الأسلوب الذي اتبعته بالأمس في يعني تأخير تسليم المحتجزين الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي كقوة ضغط وأدوات ضغط على هذا الاحتلال الإسرائيلي. وشاهدنا كان هناك حراك مباشرة من قطر يعني وساطة رئيسية في هذا الملف، وضغط على الاحتلال الإسرائيلي حتى الإدارة الأمريكية وأيضا الوساطة المصرية. وبالتالي أي خرق من قبل هذا الاحتلال الإسرائيلي لبنود هذا الاتفاق، اتفاق التهدئة وصفقة تبادل الأسرى، أعتقد أن نفس المقاومة ستتخذ نفس التدابير ونفس الإجراءات للضغط على الاحتلال الإسرائيلي. ومن الواضح أن هذا الاحتلال يعني فهم الرسالة بالأمس من هذا الضغط، وقام يعني بالتراجع عن بعض هذه الانتهاكات، رغم أن اليوم يعني استمر هذا الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين أبناء شعبنا المتوجهين إلى مناطق شمال قطاع غزة. وبالتالي لكن هذا الاحتلال يعني لا أفهم لماذا يعني هو مهزوم، وهذه رسالة، وهو يدرك تماما أنه يعني وافق على شروط المقاومة، وهي هزيمة سياسية وعسكرية لبنيامين نتنياهو وحكومته. ولا أفهم لماذا هذا الاحتلال الإسرائيلي يعني يصر على أن يتلقى الهزائم تلو الأخرى، بالعكس يعني هو يفترض أن يوافق على هذه التهدئة وأن يكون حريص هذا الاحتلال الإسرائيلي على الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين المدنيين داخل قطاع غزة للتخفيف من حجم الضغط الذي تقوم به عائلات المختطفين الإسرائيليين أو المحتجزين الإسرائيليين داخل القطاع وهذه المظاهرات. وبالتالي وأيضا يعني استمرار يعني النجاح هذه التهدئة لمدة 4 أيام سيفتح المجال أمام أيضا الإفراج عن المزيد من أبناء شعبنا الأسيرات والأسرى الأطفال داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين المدنيين داخل قطاع غزة. وأيضا هذا ربما يقود فيما بعد إلى صفقة شاملة من خلال الإفراج وتبييض السجون الإسرائيلية من المعتقلين الفلسطينيين، وإطلاق سراح يعني اتفاق يعني يقود إلى إطلاق سراح الأسرى العسكريين أيضا لدى المقاومة الفلسطينية. وبالتالي هذا يجب أن يكون حريص عليه الاحتلال الإسرائيلي، لكن هو يعني هذه السياسة التي يتخبط بها الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا بنيامين نتنياهو، وحتى يعني للأمانة المشاهد يعني التي بثت خلال تسليم المقاومة للمحتجزين المدنيين الإسرائيليين وتابعنا الفيديوهات يعني، وهذه المشاهد للتوديع يعني توديع المقاتلين كتائب القسام ويعني مع الصليب الأحمر الدولي يعني تعكس حقيقة صورة معاكسة عما يجري في الضفة الغربية عندما يقوم هذا الاحتلال بالإفراج عن الأسرى الأطفال والنساء، كيف يقوم بالاعتداء عليهم وبحاول ومنع وقمع يعني المشاهد الفرح والسرور التي يقوم بها أبناء شعبنا واستقبال الأسرى الأسيرات والأطفال المحررين. وبالتالي هذا يعكس التخبط السياسي والعسكري والأمني الذي يعيشه بنيامين نتنياهو وهذه الحكومة، حكومة الحرب الإسرائيلية. أيضا أستاذ عبد الله الزغاري، هل تعتقد أنه كما تفضل أستاذ ماهر قبل قليل أنه الهدف هو الآن الوصول إلى تحقيق هذا أو هذه الصفقة بإخراج والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين لدى سجون الاحتلال، ولا سيما أن هناك من يقول بأنه عملية طوفان الأقصى حتى الآن لم تحقق المطلوب كما في الصفقات السابقة كصفقة وفاء الأحرار مثلا؟ يعني الاحتلال الإسرائيلي مرغم في هذه المرحلة الالتزام بالشروط والمعايير التي تم وضعها لإتمام عملية إطلاق سراح المعتقلين ضمن التوافق والتفاهم الذي تم وفق هذه الصفقة التي نأمل أن تستمر على قاعدة إنهاء هذه المحرقة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة على وجه الخصوص وفي الضفة الغربية من خلال عمليات الاعتقال والمداهمة والقتل الذي لا يتوقف. وبالتالي ليس أمام الاحتلال خيار سوى الموافقة على إجراء عملية تبادل أسرى شاملة تفضي إلى تحرير جميع المعتقلين الفلسطينيين وكذلك يعني إخراج المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة، وإلا فإن هذا العدوان سيستمر وسيأخذ أرواحا أكثر من أبناء شعبنا الفلسطيني. أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على عملية القتل الجماعية، وهذا ظهر تماما من خلال المربعات السكنية التي تم تدميرها على رؤوس ساكنيها في محاولة الضغط على قطاع غزة وعلى المقاومة في قطاع غزة للاستسلام. وبالتأكيد في قاموس الشعب الفلسطيني لا يوجد هناك استسلام ولا رفع للراية في ظل
استمرار وجود هذا الاحتلال. الشعب الفلسطيني يناضل استنادا الى قوانين دوليه. فاذا كان العالم يعتبر ان المقاومه الفلسطينيه ارهاب فان الاحتلال هو راس الارهاب وراس منظومه الارهاب من خلف الولايات المتحده الامريكيه ودول الغرب الذين يشاركون بالدعم السياسي والمالي والعسكري لما يقوم به الاحتلال من جرائم. فالمعركه لم تبدا في 7 من اكتوبر. الاحتلال الاسرائيلي يعاني ويناضل منذ 75 عام. ارتكب الاحتلال عشرات المجازر والمحارق بحق الشعب الفلسطيني على مدار سنوات طويلة من الاحتلال، ووقف العالم متفرجا أمام حجم الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني. وبالتالي على هذا العالم، يعني إحنا مشكلتنا حقيقة ليست فقط مع الاحتلال لوحده، المشكلة الحقيقية في هذه المنظومة الدولية التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان وتساند بعمى يعني غير مسبوق منظومة احتلالية غاشمة تحتل شعب وتحتل أرض يناضل من أجل الخلاص من هذا المحتل. يعني هناك اتفاقات رقعت برعايات دولية تنكر الاحتلال لها، داس على كل الاتفاقيات بالمجنزرات والدبابات والقضاء على ما يسمى بالسلام. الشعب الفلسطيني أصبح يشعر باليأس من هذا السلام المزعوم الذي حصد الأرواح وارتفعت وتيرة الاستيطان والاعتقالات لم تتوقف على مدار الساعة. وبالتالي ما المطلوب من الشعب الفلسطيني؟ أن يستسلم. الاحتلال بالنسبة له الشعب الفلسطيني أو الإنسان الفلسطيني الجيد هو الإنسان الميت الذي يكون تحت التراب. لا يريدون من الفلسطيني أن يتنفس حرية، ولا يريدون منه أن يتكلم حرية. وبالتالي هذا لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يقبل به. هناك أجيال فلسطينية جيل وراء جيل يؤكدون التزامهم وانتماءهم وتمسكهم بحقهم التاريخي في الأرض الفلسطينية. لذلك نحن أمام مرحلة صعبة وخطيرة. المفروض على هذا المجتمع الدولي أن يطبق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال تماما. من هنا من جنين الصحفية الفلسطينية إيمان سيلاوي، برأيك الاحتلال الآن طبعا استطاع اغتيال القيادي في كتيبة جنين أسعد الدمجة، ما تأثير هذا الاغتيال برأيك في عملية المقاومة عموما في المخيم، وأيضا تزامن هذا الاغتيال مع قتل الاحتلال 8 من شباب المخيم والضفة؟ يعني لما يرفع الاحتلال وتيرة التصعيد العسكري في هذا التوقيت في الضفة برأيك من خلال متابعتك الصحفية؟ نعم، تحديدا أسعد هو فقط من أشهر قليلة مطارد مطلوب لقوات الاحتلال، ويعتبر أسعد من القيادات في المقاومة في الكتيبة في جنين، وله تأثير كبير على الحركة أو العمل بالسلاح، يعني العمل الوطني المقاومة. وبالنسبة للاغتيال فيظن الاحتلال أنه إذا قتل رأس الهرم في المجموعة سيضعف البقية، ولكن هنا في جنين أرى بشكل يومي عندما يستشهد شاب لنقل عمره 22 عاما يخرج 10 أو أكثر من أبناء 14 يحملون سلاحا. نعم. أي أنها جيل يسلم جيل بغض النظر عن الأعمار، كلهم يقدمون بأرواحهم تضحية لأجل الله والوطن، وجيل يسلم جيل ولا يوجد توقف. وكلما قتلوا كلما جاءت مجموعة أضعافا مضاعفة. نعم. أيضا أستاذ حجازي، السؤال نفسه برأيكم، لماذا الآن يستهدف الاحتلال الضفة الغربية بهذا التصعيد، يرفع تصعيده في هذا التوقيت برأيكم؟ واضح أن هذا الاحتلال الإسرائيلي بعد هذه الهزيمة التي يعني تكبدها داخل قطاع غزة، وخاصة هذا فيما يتعلق بصفقة التبادل وإفراج عن الأسرى والأسيرات، الأسرى أطفال والأسيرات من سجون الاحتلال الإسرائيلي، هو يريد أن يرفع معنويات الجيش الإسرائيلي، يريد أن يرفع معنويات المجتمع حتى الإسرائيلي الذي يشعر بالهزيمة التي تسبب بها بنيامين نتنياهو وحكومة حربه، وبالتالي هو يهاجم ويعتدي على أبناء شعبنا داخل الضفة الغربية. وهذه الاعتداءات يعني هي متواصلة، لم تكن اليوم ولكن ربما يكون هناك تصعيد في اقتحامات المناطق المختلفة في الضفة الغربية، هي لتأتي أيضا يعني ما أيضا تلبية لما يقوم به المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية من اعتداءات واقتحامات وتنكيل بأبناء شعبنا داخل
الضفة الغربية واستمرار عملية الاستيطان والانتهاكات حتى في الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وبالتالي هي تفسير عملي للهزيمة التي تكبدها الاحتلال الإسرائيلي في داخل قطاع غزة وعدم تحقيق أي إنجاز عسكري سوى قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية، وبالتالي هو يريد أن يقول للمجتمع الإسرائيلي ويرفع من معنويات حتى المتطرفين الإسرائيليين والجماعات المتطرفة التي تقوم بالاعتداء على أبناء شعبنا والمواطنين والمقدسات الإسلامية المسيحية في الضفة الغربية والقدس، وأيضا يعني وهذه الممارسات التي أيضا خلال العدوان الإسرائيلي على شعبنا داخل قطاع غزة تصاعد عمليات الاستيطان والهجمات من المستوطنين المتطرفين، والتي حظيت برفض دولي، يعني كان هناك مواقف دولية رفضت ونددت بما يقوم به المستوطنون في الاعتداء على ابناء شعبنا والاقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي هذا التوقيت هو يعني هذا التصعيد ياتي في هذا التوقيت انه هناك هزيمة عسكرية للاحتلال الاسرائيلي وامنية واستراتيجية في عدوانه على شعبنا داخل قطاع غزة، يريد ان يعني ان يقول احتلال او يرفع معنويات ويلبي الدعوات لليمين المتطرف في الحكومة الاسرائيلية. بالحديث أيضا أستاذ ماهر عن الداخل الإسرائيلي أو الصهيوني، إلى أي مدى برأيكم ستؤثر تظاهرات ذوي المحتجزين من الصهاينة؟ كانت تظاهرات كبيرة قدرت ب 100,000 متظاهر تقريبا، يعني إلى أي مدى ستؤثر في موقف حكومة نتنياهو من هذه الحرب؟ لا شك يعني حكومة بنيامين نتنياهو منذ الساعات الأولى لهذا العدوان هي تعيش مأزق استخباراتي، حيث يحمل المجتمع الإسرائيلي وقادة الأجهزة الأمنية والنخب السياسية في المجتمع الإسرائيلي تحمل بنيامين نتنياهو المسؤولية عن ما جرى في 7 أكتوبر، وأيضا فيما يتعلق بملف المختطفين، ويعني بنيامين نتنياهو حقيقة وأنا دائما أتحدث بهذا الكلام أنه غير معني بشكل جدي بإنهاء هذا الملف المحتجزين الإسرائيليين المدنيين وحتى الأسرى العسكريين الإسرائيليين داخل قطاع غزة، وبالتالي يأتي هذا الملف ملف المحتجزين هو ملف ضاغط على الحكومة الإسرائيلية، ولا توجد ثقة يعني بين عائلات المختطفين بحكومة بنيامين نتنياهو، وهذا الواضح من خلال تواصل هذه الاعتصامات والمظاهرات، وقال بنيامين نتنياهو أنهم يعني يشنون هذا العدوان ومن أحد أهدافه هو استعادة المخطوفين، لكن من الواضح أنهم يعني حتى في مسرحية استعادة إحدى المجندات أو المختطفات الإسرائيلية في قطاع غزة فيما بعد أو في بعد أن وافق يعني ورضخ نتنياهو والحكومة الإسرائيلية لهذه الصفقة والتوقيع على هذه الصفقة، هو قال أنه ربما يعني ليس في كل يعني ناقض نفسه أنه ليس في كل المرات نستطيع من خلال عملية عسكرية تحرير المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وبالتالي هذا الملف هو ملف ضاغط على حكومة بنيامين نتنياهو، لو استمرار الحراك داخل الكيان الإسرائيلي بهذه المظاهرات أعتقد سيكون أيضا لصالح تمديد اتفاق التهدئة، لأن هؤلاء العائلات المختطفين سوف يحافظون على سيستمرون يعني في هذا الحراك حتى يتم الإفراج عن أبنائهم من داخل قطاع غزة، وبالتالي هذا لصالح تمديد اتفاق التهدئة لأكثر من 4 أيام، وأيضا هو لصالح أبناء شعبنا الفلسطيني أن تتواصل هذه الحركات وهذا الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للمزيد من أيام التهدئة، والتي ربما ستفضي إلى أن يكون بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب عاجزة عن إعادة الصدى والتأثير، حتى عاجزة عن يعني استكمال الدعم الدولي وخاصة موقف الولايات المتحدة الأمريكية بعد وقف إطلاق النار لأكثر مثلا من ربما نتحدث عن 10 أيام، وبالتالي سيكون من الصعب على بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب والجيش الإسرائيلي أن يواصل الإجرام كما فعل في الأيام الماضية من حرب إبادة بحق أبناء شعبنا داخل قطاع غزة. أيضا أستاذ أيمان السيلاوي من جنين في الضفة، بصفتك الصحفية هل تعتقدين أن هذا التصعيد الآن في عموم الضفة بالتزامن مع الهدنة هو محاولة من نتنياهو لجني مكاسب سياسية بعد رضوخه لشروط الهدنة مع المقاومة؟ نعم، الكل يلاحظ في جنين، أنا أتحدث باسم الشارع وليس محللة سياسية، أنا فقط صحفية. الشارع الفلسطيني يلاحظ منذ أول يوم في الهدنة واقتحام جنين مستمر. يبدو أن نتنياهو يريد إرضاء شعبه بأنه متسلط على الشعب الفلسطيني ويأخذ حق الإسرائيليين عن طريق اعتقال وتدمير وتجريف وقتل الفلسطينيين في الضفة ليخفي فشله الذريع في غزة.
فالاقتحام استمر أول أمس في نابلس ثم جنين، يومين متتاليين في جنين، ونسأل الله السلامة لأبناء شعبنا. لا زال هنالك معتقلون بحالات خطرة في المشافي. لنقل أن باختصار يريد إرضاء المستوطنين أو المستعمرين أدق تعبيرا في الداخل، ليجعل غيظهم يبرد بسبب فشلهم في غزة. دائما الشارع الفلسطيني يقول في جنين أن ما يحدث في غزة فشل، أي فشل في غزة للإسرائيليين يصبون جل غضبهم على الضفة، ومنها مخيم جنين كونه مليء بالمطلوبين للاحتلال. إذن في سؤال أخير أستاذ ماهر، حركة الجهاد علقت على ما يجري في الضفة وصفته بأنه حرب إبادة وتنفيذ مخطط تهجير قسري للسكان، توسيع الاستيطان أيضا الصهيوني، كيف تقرأ هذا التصريح في ظل الهدنة الآن؟ يعني أشك أنه هذا التصريح يأتي فعلا على أرض الواقع. ما يجري اليوم من هذه الاقتحامات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين ومخيم بلاطة والعديد من المناطق في الضفة الغربية، ويومين هناك شهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني، وحتى خلال فترة العدوان الأكثر من 50 يوم العدوان على قطاع غزة كان هناك أيضا اعتداءات يقوم بها المستوطنون على أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة وفي القدس، وأيضا اقتحامات واغتيالات يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وأيضا يعني هو كان يستهدف أبناء شعبنا الذين يخرجون بالمظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وبالتالي حقيقة هذا الذي يجري اليوم على قطاع غزة، وحتى أيضا يعني في الأيام الماضية كانت هناك مواقف دولية واضحة في رفض ما يقوم به المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، وبالتالي ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو استرضاء لهذه الجماعات الإسرائيلية المتطرفة التي يعني تعتدي على أبناء شعبنا وتواصل الاستيطان والتهويد بحق كل يعني جميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية. وبالتالي هذا العدوان يتزامن مع عدوان وجرائم حرب يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وبالتالي يعني هذا الاحتلال أيضا يعبر عن العجز والفشل والهزيمة في قطاع غزة يعني باستهداف أبناء شعبنا داخل الضفة الغربية المحتلة، وهو يعلم يعني التنسيق الأمني الذي يجري مع هذا الاحتلال الإسرائيلي، ويستغل هذا التنسيق ليواصل عدوانه على أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، ولكن هو تعبير عن حالة من العجز والتخبط السياسي والأمني والعسكري التي يعني تعتري نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية. إذن عبر سكايب من أمستردام متحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية ماهر حجازي، شكرا جزيلا لك. لحم شاركنا أيضا هاتفيا رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، شكرا جزيلا له. وكذلك أشكر ضيفتنا من جنين الصحفية الفلسطينية إيمان السيلاوي، شكرا جزيلا لك سيدة إيمان. مشاهدينا الكرام تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.